جولتنا الراجلة في يريفان. النافورات الراقصة قبل البدء. الساعة 8:37 بتمام الساعة 9 يتم تشغيل النافورات الراقصة. وهذا أمامنا مفتاح مدينة يريفان، وهذا شعار يريفان. يلا هذا احد سواحنا ارتأى ان يتصور مع هذا الثعبان. سواحنا قدموا الينا من سلطنة عمان. ميت اهلا وسهلا. هذا الثعبان، وزنه 5 كيلوغرامات. طبعا هاي المرأة عاملة بالسر يعملوا. يلا اعبروا. وهذه جولة في شارع النورث افينيو، شارع البرانز، او مثل ما يسموها سواحنا شارع الماركات. I'll go somewhere, some cold country.